نسرين طافش، أول تعليق لها على إدانتها بالحبس 3 سنوات. إليكم التفاصيل. تداولت مصادر إعلامية مصرية أنباء عن قرار محكمة جنوب الجيزة الابتدائية القاضي التأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات. وانتشر الخبر خلال الأيام القليلة الماضية على نطاق واسع بالمواقع الإخبارية وعلى صفحات المشاهير، حيث تضمن أن القضية متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح سيدة تدعى النشوة صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه. وعلقت الفنانة نسرين طافش من خلال تصريح لها بأحد المنصات الإخبارية بأن هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقا وليس لها أساس من الصحة، ولا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار، مناشدة بضرورة تحري الدقة وعدم الزج اسمها في موضوعات لا تخصها.